سي عاشور كان قدوة حقيقية، كان لي سعادة الاشتغال معه عندما كنت وزيرا للاتصال، وكان مديرا للإذاعة. رجل طيب، رجل خلوق، رجل كفء، يحسن ما يقوم به، وفي كل المهام التي تحملها كان حقيقة رجلا خيرا. وبفقدانه إنما نفقد أحد أعمدة من جهة هرم الإعلامي والتواصلي في بلادنا، ومن جهة أخرى أحد الأطر البارزة في وزارة الداخلية. كان صديقا وكانت تربطني به علاقة خاصة، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. محمد العزاوي مسؤول على الرياضة بالإذاعة الوطنية ومدير سابق للبرامج والإنتاج ومسؤول على الإذاعات الجوية، الآن تقاعد. كان الرجل عرف بكفاءته في إدارة الإذاعة الوطنية، وفي عهده أعطى للإذاعة على جميع المستويات توهجا وعظيما، وأعطى احتراما للعاملين بالإذاعة، فانصب على تحسين وضعيتهم الإدارية والوضعية الاجتماعية وتهيئ ظروف العمل فيما يخص الأجواء، وتمكينهم من جرأة على مستوى حرية التعبير، وأيضا مكنهم من الأدوات التقنية التي تمكنهم من أداء رسالة إعلامية متطورة. صراحة عندما كنت مسؤول على الرياضة في عهدي عرفت الرياضة بالإعلام الرياضي بالإذاعة بازدهار قوي، وكان الرجل يحظى أيضا باحترام قوي على مستوى في المشهد الإعلامي المغربي. كانت له علاقات قوية، وكان قويا فيما يخص فن التواصل. كان رجل تواصل بامتياز، لم يترك إلا الخير، عمل بمسؤولية وعمل بقوة وعمل باحترام، وكان يحظى باحترام وتقدير جميع العاملين بالإذاعة الوطنية، رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة الساحة الثقافية والإعلامية والوطنية افتقدت طودا من كبار أطواد هذا الوطن. سيدي عبد الرحمن عاشور تغمده الله بواسع رحمته، الرجل الذي كان دائما عضدا وسندا للفنانين وللإعلاميين، إبانا كان مسؤولا عن الإذاعة الوطنية. فبمنتهى الصراحة نقول أننا في عهده وعصره عرفت الساحة الفنية فترة ذهبية عز مثيلها وقل نظيرها، رجل الذي كان يساند ويؤازر كل الفنانين بمختلف مشاربهم، فاللهم تعالى تسكنهم مع الأخيار ومع الأبرار الأطهار، وحسن أولئك رفيقا، وسيبقى في ذاكرة الإعلام وخصوصا الدراما الإذاعية سيبقى اسم سيدي عبد الرحمن عاشور منقوشا في أفئدتنا، اللهم تعالى اسكنوا فسيح الجنان، أمين يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سي عبد الرحمن عاشور المدير السابق لدار الإذاعة والتلفزة المغربية، الرجل الشهم، الرجل المثقف، الرجل الفنان، الرجل اللي كريم، يعني كيجبد من جيبه وكيعطي للفنانة وأي واحد مشى لعنده إلا وكيكرمه. والرجل اللي كان كيدير كل أسبوع كيستقبل واحد من الموظفين ديال الإذاعة، فراجل كان الابتسامة ما كتفرقوش، يعني رغم بعض المرات كيكون مقلق ولكن الابتسامة باينة على وجهه، يعني رجل ماشي بغيض، ماشي كيشد البغضاء، بالعكس كيغوت واحد نص دقيقة وكيرجع عاوتاني ويعنقك ويبوسك ويتصالح معك. يعني هذا الرجل فقدناه صراحة ما يتعوض لا الآن ولا في المستقبل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا كنعزي الأسرة ديال الإذاعة عامة والأسرة دياله خاصة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
شوف تي في على هذه المبادرة الطيبة اللي كانت لا في الأحزان ولا في الأفراح، فشكرا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد زيري، كاتب عام رابطة الشعر الغنائي بالمغرب، مطرب وشاعر غنائي وملحن. هذا الرجل هذا الله يجعل ليه داكشي اللي كان تيدير في الميزان المقبول. كان رجل فاتح الابواب للمكتب ديالو، كيستقبل الفنانين وكيسهل عليهم كل العقبات اللي تيمكن تعترضهم وهذا. وانا بكيت عليه على وداش اول عمل ديالي اللي غادي نسجله في الاذاعه سنه 1986، عطاني استوديو ديال الجوق الجهوي ديال الدار البيضاء، وعاود عمل اخر عطاني فاس. ودخلت عنده واحد النهار قلت له واش سي عاشور انا في الرباط، قال لي ورا دوك الاجواق خصهم يخدموا، وعطاني الجوق الوطني برئاسه الاستاذ عبد العاطي امنا، وكانت اعمالي كلها على يده وتشجيع منه الله يرحمه والله يوسع عليه.